مساء الخير. طقس خريفي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط مع تساقط بعض الامطار والثلوج على الجبال، رطوبه عاليه، البحر متوسط ارتفاع الموج وحراره 123 درجه، وغطت الثلوج امام جبالنا وادى تراكم الثلوج يلي وصلت سماكته ل 15 سنتيمتر الى قطع طريق عينات الارز وجرود عكار والضنيه وكفر دبيان، كما تخطت كميه المتساقطات المعدل العام بعده مناطق، وهذا مؤشر ايجابي بيوعدنا بسنه مطريه جيده بشر بالخير إذا كمل تساقط الأمطار والثلوج على هالوتيرة، خصوصي أنه نحن على أبواب فصل الشتاء. الليلة طقسنا غائم مع تساقط أمطار محلية وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خلال الليل، مع حرارة متدنية جدا على الجبال ومعتدلة نسبيا على الساحل. لبكرة الجمعة طقسنا غائم مع تساقط أمطار خفيفة وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل محدود وتكون ضباب كثيف على المرتفع ليلا. نسبة تساقط الأمطار بمناطق كسروان من أيلول حتى اليوم، وسجلت أعلى نسبة بالمناطق اللبنانية 184 مليمتر، السنة الماضية 78 والمعدل العام هو 56 مليمتر. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 17، على المرتفعات 12، بالبقعة 3 وبالأرز درجتين تحت الصفر. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل بينو 18 درجة، باب التبانة 19، عينيتا 7، 9 بالعقورة، كفر دبيان 7 درجات، بيت مري 17، بعبدة 20، 10 بأرز الشوف، ظهر البيدر 13، عين عطا 13، والطيبة 17 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 40 و75%، حرارة سطح المي 23 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار الجمعة بتتراوح بين 17 و20 درجة، السبت بين 18 و21، أما نهار الأحد فبتتراوح بين 17 و22 درجة. بنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنبدأ جولتنا مع الكويت 23 درجة، القدس 14، تونس 20، الجزائر 20 درجة، ومننهي جولتنا مع روما 17 وباريس 10 درجات مع تساقط أمطار. هون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.